سلمت يا الحصان، كيف اعتيق ما يبي العرب كيف. العيال يقولون الحق القهوة والحق العصرية والشهداء. مزاجك عمس؟ اي والله، بس ترى الشاهي عز الطاقة الإيجابية، ترى الشاهي يساعد على الهضم، ترى المخ وفرمته ما ينشط الدورة الدموية. مستحيل الكلام هذا. بس هايلكم والله ما ادري، وبحشره بخليها انا اخر واحد لانه يمكن يعرفها احتماليه. لا الباقي وحنا رايحين فيها. لا لا انه متخصص في المجال هذا. إيه يعني انتم شويه بعيد عن هالمجال. لا 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 لا، السؤال يقول الاجابه عندك يا علي خالد. وضحن على صوت الموده محاديم من ولف هلا سمعته تنزعج له. وش محاديم؟ هو خليه يفهم الاولى. المشكله ان جبت حاجتين، جبت حاجتين ما نفهم فيها، الشعر والبل. يا اخوي شغل وضحن على صوت الموده محاديم من ولف هلا سمعته تنزعج له. تنزعج محاديم يعني متجهزين؟ لا رايحين رايحين زواج. هل لي متجهزين؟ هاي ابو المها محاديم يعني شفقان. يا ربي ايوه انت خوخ انت مشمش. غير الاجابه هذه محاديم يعني غضبان وزي كذا، ما اعرف كيف بس يعني غضبان. يعني جاوب، عندك اجابه مقنعه ولا انت تعدينيها بعدين ترد علي؟ يا ابن حلال حنا نطمع فيك باكبر ونقول راعي ابل. تبين انك ضعيف ولا عندك المام في الموضوع ونقول راعب حشر. ما عودتنا يا ولد مشي. اسمع يا حبيب قلبي، انت ما عودتنا على الضعف بالله. لا في الشعر ولا في البن جاوب إيه؟ ولا في خلي ولا في السناب ولا في كل مو كل مو تقول كل مو. ما ادري عنها انا فكر. وضحن على صوت الموده محاديم من ولف هلا سمعت تنزعج له. محاديم وشن؟ محاديم كلمه محاديم. ايوه تبغى تعرف معناها؟ ايوه هذه طال عمرك شده خليان النفس فورانها غضب. آه. غضب. لا. مستعجل. لا. انا قلت مستعجل. ما قلت زي كذا. انا قلت مستعجل. طبعا. مستعجلة. لا ما هو. الرجال عطاك تعريف. بعد وش تبى؟ شدة غليان يعني. النفس وفر وران. هاي نعم صح. هاي نعم صح. انا قلت غضبانة. انت قلت مستعجلة وانا قلت مستعجلة. حرامك جبت لا لا. والله. سعيد غلط. جهزه كلها تيجي نفس المكان. انت كنا رايح الحفله يا حبيبي. وقف هذا اصلا ولد على الحرم نبدا. سعيد خطا. سعيد هو كيف جاب احنا هذا خطا يا سعيد. انت تقول ماني براعي ناقه ولا اعرف شيء. ولد انا ماني بالحين صياغه الكلمه غلط يا صياغه البيت اني قلت خطبانه وانا صادق فيها. غلط يا قلبي. على كيفك تعلم ليك خبره. طيب اسمعني نعطيك بيت ثاني. تم مطيته مطواع تحدى وتنساق وتركب عرو وينشد حمله وساقها. وشان هو عرو؟ روح عليها تركب عرو. مزبوط ابو غازي عليها. ابو غازي غلط. عرو فهو اشتاق مطير عليها ابو غازي. يعني عرو انا اقول انحفظ مع للفجر انحفظ البيت بس حفظه عرف ينطقه صح. ها ترى اجابته صحيحه ولد. الحين هو اشتاق مطيه. طب انا اجاوب. هو يركب فوقها فوق اشتاد ولا لا؟ يعني هالحين هو اشتاد ولا انا اقول لك عرو شان هو تركب عرو يعني فوق المطيه فوق اشتاد فوق المطيه فوق اشتاد خلاص إيه فوق اشتاد المطيه خلاص هو حولها بس ما جاب. انا جاوب خلص منه ويرجع لي. يعني هو الاجابه غير زيك كلمه يا ابو حشر. عرو ولا لا على هلا اشتاد ولا على هلا سرج ولا على بس خلاص ها قنعت ها قم ما غرت تجادل وتطلع نفسك هذا مريض مريض. لا اله الا الله هكذا طائفنا يا جماعه. كل يوم مطر. اللهم عنا على البلاد والعباد واغسل قلوبنا ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يسر أمورنا يا ميسر الأمور واشرح صدورنا يا حي يا قيوم.